طيب الله اوقاتكم مشاهدينا بكل خير، حلقه جديده من برنامج عينه على مصر اقدمها لكم انا ندى عبد السلام ونتابع في صفحاتها. رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه بمصر يتوقع خلال اللقاء مع CNBC عربيه ان يتم طرح شركه تعمل في قطاع الادويه بنهايه العام الحالي، ووزير التموين المصري خلال اللقاء مع CNBC عربيه يقول انه تم طرح وبدء العمل وتجهيز نحو 18 منطقه لوجستيه باجمالي استثمارات تبلغ نحو 42 مليار جنيه. ونتابع كذلك مشاهدينا البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه يتوقع ان تصل محفظه استثماراته بمصر خلال العام القادم إلى نحو مليار و400 مليون يورو. هذه الملفات وغيرها مشاهدين نتابعها ولكن بعد وقفة مع أبرز أخبار الأسبوع. مصر تتقدم 6 مراكز في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وتحقق المركز 114 عالميا، والتقدم يدعمه مؤشر بدء النشاط والحصول على الكهرباء، فيما تراجعت مصر في مؤشرين فرعيين هما الحصول على الائتمان واستخراج تراخيص البناء. فيتش سوليوشنز تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري نموا نسبته 5.7% خلال العام المالي الجاري، صعودا من 5.6% في 2018-2019، وكان صندوق النقد الدولي قد أبقى في وقت سابق على توقعاته بنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بواقع 5.9%، فيما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 5.6%. شركة إيني الإيطالية تعلن عن نجاح شركة بترول بلاعيم المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول وبالشراكة معها في اكتشاف بئر بترولية جديدة في منطقة أبورديس سيدري بخليج السويس بإنتاج مبدئي يصل إلى 5000 برميل نفط يوميا، وتقول إن إجمالي الاحتياطيات المقدرة تبلغ نحو 200 مليون برميل من النفط. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبدا حلقه هذا الاسبوع من عينه على مصر ولقاء CNBC عربيه ورئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه بمصر الدكتور محمد عمران، والذي قال خلال لقائه معنا على انه تم مد فتره 6 أشهر لاربع شركات، وذلك للانتهاء من عمليه الطرح في البورصه وتوفيق اوضاعها، متوقعا على جانب اخر ان يتم طرح شركه تعمل في قطاع الادويه بنهايه العام الحالي. احنا حريصين بشكل كبير جدا ان احنا يبقى ندي اكثر من فرصه لهذه الشركات لتوفيق اوضاعها. اي رقيب بيبقى مهتم جدا بجذب شركات جديده، بطرح شركات للاكتتاب العام، بوجود سيوله موجوده في الماركت، بزياده عمق السوق، وبالتالي بيبقى حريصين جدا. بيبقى اصعب قرار ممكن تاخديه انك تشطبي شركه، ولكن في الاخير خالص لما الشركات ما بتبقاش هي نفسها عندها الرغبه ما تقدريش تجبريها ان هي تشرب نفسها، ولكن احنا تواصلنا معاهم وكان في رغبه ان احنا نديهم مهله ثانيه لتوفيق الاوضاع، وده اللي خدناه، اديناهم مهله لغايه 31/3، بس كان الزمناهم ان هم يتقدموا بالبورصه بخطه زمنيه واضحه هم يعملوا ايه من النهارده لغايه 31/3. احنا بنتكلم ان القرار ده صدر في 30 سبتمبر الماضي، براي حضرتك كم شركه تقدمت بالمدى الزمني المطلوب منها؟ احنا اديناهم مهله لغايه 30/11 يتقدموا للبورصه المصريه مش لهيئه الرقابه الماليه، باعتبار ان هم يعني الطرح هيتم في البورصه المصريه، وانا اتمنى ان هم يلتزموا بهذا الاجراء. يعني انا معول بشكل كبير جدا، بالذات تعرف بنك القاهره بيعتبر يعني حجم كبير ويعني قد يكون باكوره مميزه للطروحات الحكوميه، وانا عارف ان هم شغالين في هذا الاطار وبيختاروا مدير الطرح، فيعني ماشيين باطار كويس ان شاء الله نلحق يعني في قبل نهايه المعاد يكون في يعني اجراءات جديه اتخذت في بالنسبه لهذه الشركات. بجانب الاربع شركات كم شركه ثانيه تقدمت للقيمة؟ يعني شوفي خلال اليومين الاسبوع اللي فات ده في شركتين الحقيقه بداوا يتكلموا مع هيئه الرقابه الماليه بشكل جدي، انا يعني ما مش حاضر اقول اسماء، ولكن بداوا يتكلموا مع هيئه الرقابه الماليه، اعتقد على الاقل واحده منهم حجمها مش بطال ممكن ان هي تطرح اسهمها قبل نهايه العام. في أي قطاع بتقع هذه الشركة؟ قطاع أعتقد في قطاع الأدوية. دكتور عمران، الفترة الأخيرة شفنا طبعا التعديلات اللي حصلت على صندوق حماية المستثمر، وشفنا أيضا مقترح الهيئة اللي تم الموافقة عليه بخفض رسوم مقابل خدمات التداول في البورصة بنسبة 41%، الهيئة ليها 20% من هذه الرسوم. إمتى تطبيق القرار والإجراءات هتمشي إزاي؟ شوف احنا بعتنا، أنا بعت القرار الأسبوع اللي فات لدولة رئيس الوزراء لأن هو المنوط به باعتبار الوزير المختص اصدار هذه القرارات، بعت له الكلام ده يوم الثلاثاء اللي فات، فنتمنى يعني انه بتخفيض مقابل خدمات التداول عن المقصه والصندوق وصندوق حمايه المستثمر والبورصه المصريه، القرار بتاع تخفيض رسوم الهيئه بيطلع من مجلس اداره الهيئه مقابل الخدمات، اول ما هيطلع بالتزامن مع قرار رئيس الوزراء هيكون قرار الهيئه طلع في نفس التوقيت. بنتكلم خلال اسبوع؟
لا انا ما اعرفش، انا بقول في اول ما هيطلع قرار رئيس الوزراء هيكون احنا قررنا طلع في نفس التوقيت. اخيرا من فتره قصيره تم الحديث على عمليه الحصر لارقام الاستثمار الاجنبي في مصر، يعني عمليه الحصر دي هتتم ازاي؟ بدانا ولا ما بداناش؟ وايه المستهدف منها؟ لا هو المستهدف منه هي حته مهمه جدا، لانه الترتيبه الاخيره بتاعه الارقام الاستثمار الاجنبي المباشر اتضح ان هي في بعض الحاجات is not reported، يعني ما بيتمش قرارها، زي مثلا لو شركة عملت توزيعات وأعيد استثمار الأموال دي جوه البلد مرة تانية، لو في أموال جاية من بره مش بشكل أموال ولكن بشكل in kind اللي هو يعني معدات وأجهزة، دي برضو ما بتخش في الحساب. فمحتاجين إن احنا بقى عندنا منهجية أكثر دقة إن احنا نقدر نحسب حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بطريقة منضبطة. ووصف إن هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار هي الجهة المنوط بها تجميع البيانات دي، فكان هناك يعني تركيز إن يبقى في اتفاق مع الجهات المختلفة ومن ضمنها هيئة الرقابة المالية إن احنا نساعد في وصول هذا الرقم. تعلم إنه طبقا لتعريف الاستثمار الأجنبي المباشر لو حد أو مجموعة استحوذت على 10% أو أكثر من الأسهم اللي موجودة عندنا أو من الشركات الموجودة عندنا، ده بيعتبر استثمار أجنبي مباشر، ما بيعتبرش ساعتها بورتفوليو انفستمنت، ما بيعتبرش استثمار حافظة، ولكن طالما زق 10 فأكثر بيبقى استثمارات أجنبية مباشرة. فإحنا برضو من خلال تعامل مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة باعتبارها المكان اللي عنده هيكل ملكية نقدر إن احنا نساعد إن احنا نوصل لهذه الأرقام بشكل أكثر دقة مع وزارة الاستثمار وهيكل. توقع الانتهاء إمتى يا فندم؟ لا هو خلاص مفعل يعني، ما لا يعني ظهور الارقام دي وان احنا نشوف رقم اجمالي. لا احنا اللي طلع الارقام دي البنك المركزي بتطلع اظن كل ربع، فهو كان المسؤول عنها، ولكن وزاره الاستثمار والهيئه هي الاستثمار هي الجهه المنوط بها ان هي توفر هذه المعلومات والبيانات للبنك المركزي. مشاهدينا، وان كانت السوق الرئيسيه بانتظار عدد من طروحات شركات القطاع الخاص او حتى الطروحات الحكوميه، فانه وبعد مرور اكثر من 9 أعوام على بدء تداولاتها يرى الخبراء ان بورصه النيل للمشروعات الصغيره والمتوسطه لم تحقق مستهدفاتها بعد. بأهداف طموحة كانت بداية بورصة النيل في مصر، وهي أول بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأطلقت في يونيو من عام 2010، وكانت بدايتها عبر 16 شركة مقيدة مع وجود 25 راعيا معتمدا لتعريف الشركات الراغبة في القيد بقواعد الإفصاح والحوكمة اللازمة لقيدها. وبعد مرور ما يزيد عن 9 أعوام على إطلاقها، فعدد الشركات المقيدة في بورصة النيل لم يتعدى 28 شركة، ما أرجعه خبراء إلى صعوبة التزام الشركات بقواعد الحوكمة، فضلاً لعدم إقبال المستثمرين على هذه السوق مثل إقبالهم على السوق الرئيسية. ما حدش بيطلب خالص على الورق، في ورق تخطى 8 شهور و6 شهور بدون أي تداول، في ورق يوم ما بيتداول ما بيعملش 5000 جنيه تقريبا قيمة. اهتمامهم بها كان اهتمام محدود، وعدد الشركات في الأونة الأخيرة اللي بتقايض في البورصة هي أعداد قليلة جدا، لأن شايفين المتعاملين إن مفيش حوافز جيدة. وفيما تسعى إدارة البورصة المصرية في الترويج لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحث الشباب من أصحاب المشروعات الناشئة والأفكار الجديدة على التوجه لبورصة النيل كمنصة تمويلية يمكنهم تحقيق توسعات مشروعاتهم عبرها، تسعى أيضا إدارة السوق إلى إعادة هيكلتها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بما يتلائم مع احتياجات الشركات في بورصة النيل. سوق المشروعات الصغيرة المتوسطة لا يجوز فيه التعامل بكيفية التعامل في السوق الرئيسي، ان انت بتعمل اصلاحات تدريجية تراكمية على مستوى قاعدة التداول، هنا بتعدلها، بتبسط اجراءات هنا بتشتغل عليها، بتروق شوية، لكن هناك السوق محتاج تعديل جذري. من جهة أخرى يطرح خبراء حلولا لتنشيط بورصة النيل سواء عبر فصل إدارتها عن السوق الرئيسية واستقلاليتها، وكذلك عبر استفادتها بجزء من الطروحات الحكومية في البورصة لشركات تابعة ذات رؤوس أموال تتناسب مع معايير القيد في بورصة النيل. اولا تتيح الفرصه ان هذه البورصه يبقى ادارتها منفصل عن اداره البورصه الاساسيه، ويكون متخصصين في ادارتها، ان هو يعزز بالطروحات الحكوميه في الشركات الصغيره ومتناهيه الصغر. هي فكره ان في شركه حكوميه او شركه قطاع خاص، هي دي مش هتفرق كتير، لان المستثمر مش هيبص للكيان اللي هو بيتعامل عليه اكتر ما بيبص ان انا متامن من ناحيه التداول، عارف ان الشركه اللي انا بتعامل عليها في حد بيراقب أدائها، بيراقب سلوكها. جدير بالذكر أن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركة المراد قيدها في بورصة النيل يبلغ 1,000,000 جنيه، وبحد أقصى يبلغ 50,000,000 جنيه عند التقدم للقيد لأول مرة، ولا يزيد رأس مالها عن 100,000,000 جنيه بعد ذلك،
كشرط للتواجد والاستمرار في بورصة النيل، وتستهدف بالأساس جذب الشركات العائلية أو المساهمة الصغيرة الطامحة للتوسع عبر التواجد في منصة تداول تسمح بتسعير الشركة على أساس يومي. والآن لنقل بشكل أكثر تفصيلا مشاهدين على الأدوات المالية غير المصرفية والتي تشهد تحسنا ملحوظا، وذلك وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر وبخاصة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. في وقت تقدم فيه ترتيب مصر بنحو 48 مركزا في مؤشر إتاحة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى المرتبة 41 هذا العام وفقا لتقرير التنافسية العالمي لعام 2019، تأتي النسخة الرابعة لملتقى أدوات التمويل غير المصرفية تحت عنوان التمويل المبتكر رؤية جديدة لدعم الاستثمار، حيث تم مناقشة دور تلك الأدوات في تسريع وتيرة الاستثمارات داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى مدى قدرتها على اقتناص حصة من تمويلات السوق السنوات المقبلة، وبخاصة في ظل تفعيل العمل بقانون التأجير التمويلي والتقسيم الصادر العام الماضي. ماشيين في خطة كويسة الحمد لله، القانون صادر اللي هو التقسيم والتأجير التمويلي، وده هيساعد شركات أكتر إن هي تنضم إلى مجال التقسيم وتدخل في القطاع يعني. بس بالعكس أنا شايف إن احنا ماشيين كويس، الهيئة متعاونة الحمد لله جدا فيما يتعلق بتنظيم عملية التقسيم نفسها والقوانين، وقعدت معانا كذا قعدة عشان نطلع بالقانون دوت، الحمد لله كانت حاجة هتفيد جدا شركات كتير إن هي تقدر تدخل في القطاع إن شاء الله يعني. ووفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، تواصل الأدوات المالية غير المصرفية تحسنا في أدائها، إذ ارتفع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي لتصبح 48 مليار جنيه في يونيو الماضي مقارنة بنحو 32 مليار جنيه في يونيو 2018، لكن ما يزيد عن 50% من تلك التمويلات تذهب فقط للقطاع العقاري، فيما تواجه بعض الشركات وبخاصة الصناعية تحديات في الحصول على التمويل اللازم. مشكلة مثلا من مشاكل التأجير التمويلي اللي هو بالنسبة له دي تكنولوجيا جديدة، ففي شوية بعض التخوفات من ان انا امول حاجة لسه تكنولوجيا جديدة لسه مش موجودة في السوق، على عكس مثلا حاجة زي العقارات او حاجة زي السيارات، فلا هو على طول يعني خلاص بالنسبة له بقى حاجة شوية مطمئنة مش حاجة فيها ريسك عالي زي الحاجات اللي فيها تكنولوجيا. وعلى صعيد متصل يبدو أن شركات أدوات التمويل غير المصرفية باتت محطة أنظار لعدد من مؤسسات التمويل الدولية، سيما وأن تلك الشركات تتيح بدائل متعددة من آليات التمويل أمام القطاع الخاص. هو ده طبعا وصلنا لمرحلة دلوقتي النضوج، إن احنا دلوقتي النهاردة الصناعة نضجت لدرجة إن احنا بنجذب استثمارات من الخارج، وجذب الاستثمارات ده بيخليك النهاردة إنك تخشي في مرحلة جديدة وهي التخصص في التمويل. في شركات دلوقتي لما بنشوفها في القطاع التأجير التمويلي هي شركات متخصصة في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة. أعتقد إن ده هيبقى الفترة الجاية لسه في كمان اتجاه أكبر، وخصوصا مع دعم الدولة واتجاه الدولة لزيادة تمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة هيكون في برضو دور أكبر لشركات التأجير التمويلي في الفترة القادمة. يذكر أن استراتيجية الأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 بمصر تستهدف في نهايتها رفع محفظة التأجير التمويلي إلى 60 مليار جنيه، ورفع محفظتي التقسيم والتمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه لكل منهما، كما وتستهدف الاستراتيجية أن يصل نشاط التمويل متناهي الصغر إلى نحو 25 مليار جنيه في 2022. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، وبعده نستكمل هذه الحلقة من عين على مصر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نستكمل هذه الحلقة من عين على مصر مع لقاء CNBC عربية ووزير التموين والتجارة الداخلية المصرية الدكتور علي مصلحي، والذي قال خلال لقائه معنا على أنه تم طرح وتجهيز وبدء العمل في نحو 18 منطقة لوجستية بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 42 مليار جنيه، مشيرا على جانب آخر إلى أنه تم طرح عدد من تلك المناطق بنظام حق الانتفاع بمدة زمنية تتراوح بين 25 إلى 35 عام، وتصل في بعض منها إلى نحو 50 عاما. كان مهم جدا ان احنا بنتكلم لغاية النهاردة واحنا واقفين مع بعض، تم الطرح وتجهيز والبدء العمل في 18 منطقة متوزعة في كافة محافظات الجمهورية، سواء من
مناطق تجارية مختلطة مختلطة، يعني فيها مناطق لوجستية وفيها مراكز ترفيه وفيها كذلك منافذ للبيع أو منطقة لوجستية متخصصة. النهاردة بنتكلم عن المواصفات الأوروبية في المخازن، سواء من ناحية الأرضيات، سواء من ناحية الارتفاع، سواء من ناحية الميكنة جوه المخزن. دكتور علي، وماذا عن إجمالي التكلفة الاستثمارية لهذه المناطق اللوجستية؟ حتى هذه اللحظة احنا حوالي 42 مليار جنيه، وأنا فخور بذلك أن الجهاز تنمية التجارة الداخلية كل اللي قام بيه أنه هو أعد البنية الأساسية لهذه المناطق، وثم تم طرحها بعضها بحق انتفاع لمستثمرين والمصريين. وفي هناك مدة الحق الانتفاع يا فندم كام؟ مدة الحق الانتفاع بتعتمد على مساحة طبيعة المنطقة، وصلنا من 25 سنة إلى 35 سنة، وفي بعض المناطق اللي كانت بتاعة الغربية وصلت ل 50 سنة. يعتمد على الموضوع، والتقييم بيتم بالأجهزة الحكومية اللي موجودة. وفيما يخص النظر في 1,800,000 بطاقة تموين، كيف سارت الإجراءات حتى الآن؟ فتحنا التظلمات حتى هذا التاريخ، وإن شاء الله نستأذن مجلس الوزراء ونمدها كمان لشهر 11. نتيجة هدفنا ليس إن أنا أقلل الدعم، هدفنا حسن إدارة الدعم. السنة اللي فاتت الدعم كان 86 مليار، السنة دي 89 مليار. إذن حتى الموازنة العامة للدولة بتقول زيادة في الدعم. طب هل الناس نسيب الموضوع بدون قواعد ونسيب الموضوع بدون ما يكون دقيق ونسيب الموضوع؟ لا متأسف، لا متأسف. حتى وإن كان هناك بعض النتائج السلبية في عملية الحذف أو عملية كذا، لا احنا بنقول الوزارة مفتوحة بكل مكاتبها وقاعدة بيانات حطيتها تاني على تموين.com، وأي بني آدم بيعمل تظلم بيتم نظر التظلم خلال أسبوعين، إن لم يتم الرد عليه الأسبوع الثالث بيرجع وبنقول له لم يتم التحقق من تظلمك وسوف يتم التحقق. أخيرا دكتور علي، ماذا عن احتياطيات مصر من القمح؟ احتياط القمح ما شاء الله ربنا يبارك ويزيده، قلت أكثر من مرة لم نصل إلى احتياطيات استراتيجية كما وصلنا لها النهاردة. فالنهاردة عندنا 4.7 استهلاك شهر، وده عمرنا ما كنا بنبقى 3.3 3.5، إنما النهاردة عندنا 4.7، وعندنا في السكر 7.8، وعندنا في الزيت 3.2، وعندنا في الرز ما شاء الله حتى 15 ديسمبر والموسم ابتدى، وإن شاء الله بنطمن أهلنا الرز إن إحنا هنطرح مناقصة لشراء الرز أبيض مصري. كم تقريبا؟ إن شاء الله بس هتتقلد عليا، هنبتدي ب100,000 طن، ثم بعد ذلك نستمر بعد ذلك. مشاهدينا، التقينا خلال الأسبوع والمدير الإقليمي لبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السيدة ريم السعدية، والتي قالت خلال لقائها معنا على أن البنك يستهدف أن تصل إجمالي محفظة استثماراته بمصر خلال العام القادم إلى نحو 1.4 مليار يورو، مشيرة على جانب آخر إلى أنه يتم التفاوض حاليا على تقديم تمويلات سيستفيد منها قطاع الطاقة، وسيتم الإعلان عنها بنهاية العام الجاري. بالنسبة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، احنا طبعا مصر من أهم الدول بنشتغل فيها، ومحفظتنا بتكبر سنة عن سنة. السنة اللي فاتت احنا عاملين 1.4 مليار يورو استثمارات في مصر في قطاعات مختلفة. قطاع أدوات التمويل الغير بنكية مهمة أي بالنسبة لنا، احنا طبعا بنشتغل مع القطاع المصرفي، ولحد النهاردة عندنا خطوط إقراض بحوالي أكثر من 600 مليون دولار تم توفيرها للبنوك المحلية علشان تعيد إقراضها، سواء من خلال المشروعات الصغيرة المتوسطة أو برامج لسيدات الأعمال، إقراض سيدات الأعمال. الجزء الثاني بنشتغل عليه هو الخدمات الغير بنكية، فبنشتغل مع مثلا المايكرو فاينانس كومبانيز، شركات التمويل متناهية الصغر، دي مش بنوك ولكن برضو بنديها خطوط إقراض تعيد إقراضها. التأجير التمويلي من الحاجات اللي على الأجندة بتاعتنا بشكل كبير جدا. بالنسبة للإيه اللي ممكن نعمله، إحنا ممكن نعمل أي حاجة. إحنا عندنا التمويل متوفر بشكل كبير جدا، عندنا خبرات متراكمة بقالها سنين، خبراتنا في قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة قوي جدا جدا، وجاي من خبرات اشتغلناها من 92 في بلاد مشابهة لاقتصاد مصر. فالفترة الجاية فترة توسع للبنك، التمويل موجود، المهم عندنا الابيتايت بتاعه القطاع المصرفي، الابيتايت بتاعه التأجير التمويل ان هو يشتغل معانا ان شاء الله. الهدفات بتاعتنا في 2020 بقى مستهدفين قد ايه؟ احنا مستهدفين نفس الرقم بتاع السنه اللي فاتت 1.4 ان شاء الله. ان شاء
شاء الله. عايز اسال حضرتك على اقراض جهات زي ايجاس. احنا شفنا في مارس الماضي لو انا اتذكر تم ترتيب كارد لهذه الشركه، احنا داخلين في حاجه مشابهه لدي خاصه في قطاع البترول او قطاعات تانية بتحتل اهميه في الاقتصاد المصري الفتره اللي جايه؟ بالنسبه للقطاعات اللي هي طبعا على يعني top of الأجندة بتاعتنا هي الطاقة المتجددة renewables والnatural resources، فالغاز والجاز والحاجات دي على يعني في قلب الأجندة بتاعتنا. حاليا بنتفاوض على تمويلات كبيرة قوي هنعلن عنها قريب إن شاء الله. وطبعا احنا انتوا عارفين احنا عملنا بنبان، دي أكبر محطة طاقة شمسية في أفريقيا وغالبا في العالم. عندنا صلات قوية وعلى طول مستمرة مع وزارة البترول ومع الشركات العاملة في مجال البترول. الفترة الجاية على آخر السنة هنعلن عنها، احنا دلوقتي بنتفاوض، والأسبوع الجاي جاي لنا الفايس بريزيدنت بتاعنا يورجن، فإن شاء الله لما يجي هيتم إعلان عن الحاجات اللي هنمضيها مع القطاع. القطاعات المستفيدة قطاع البترول حضرتك؟ طبعا البترول والطاقة المتجددة والغاز والقطاعات التانية. احنا برضو بنشتغل في التصنيع، التجارة، الخدمات اللي هي بالنسبة لنا برضو مهمة قوي، الصحة، التعليم، الحاجات دي بنحاول نستثمر فيها بشكل كبير. تقريبا حجم التمويلات متوقعة كام؟ يعني احنا الخطة 1.4 بليون زي السنة اللي فاتت، هنقدر نغطيها كلها او لا؟ طبعا السنة دي التحديات اكتر شوية، لان كل سنة احنا بنحاول نعلي المستهدف بتاعنا والتحديات بتزيد، ولكن ان شاء الله على اخر السنة هنعلن عن الرقم اللي وصلنا له بإذن الله. حضرتك يعني استهداف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكمان استراتيجية البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي وهيئة الرقابة المالية لتحقيق الشمول المالي، لأي مدى ممكن مصر تنجح في تحقيق الملف ده؟ ولأي مدى جهات زي البنك الأوروبي لعائد الأعمار والتنمية بيسهم في هذه الاستراتيجية؟ بالتأكيد ده هدف مهم يعني. طبعا. طب بالنسبة زي ما بقول برضه الـ SMEs دي من أهم الحاجات ليا وللبنك طبعا. معاها بنتكلم على توفير تمويل من خلال البنوك وتوفير تمويل غير تقليدي من خلال الاستثمار المباشر، صناديق الاستثمار المباشر. احنا مستثمرين في صندوقين في ازدهار وفي الجرا، دول بيستثمروا في شركات صغيره ومتوسطه. بنحاول نعمل برضو بنشتغل مع مسرعات الاعمال الاكسلريترز. كمان الشمول المالي مهم جدا، والشمول المالي القاعده بتاعته ديجيتاليزيشن، ان هو يكون حاجه تبقى الكترونيك، احنا بنساعد فيها جامد جدا. بنساعد كمان مع الرقابه ان احنا ندي خبره في حته التمويل الجماعي اللي هو الكراود فاندنج، ودي حاجه جديده خالص في مصر، ان التمويل بقى ولا مباشر ولا بنوك، ده تمويل من خلال كراود فاندنج، وده بيبقى على بلاتفورم اونلاين. فالحاجات دي كلها جايه. ونختم هذه الحلقة مشاهدينا من عين على مصر بجولة لسي ام بي سي عربية داخل أروقة معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، والذي جاء هذا العام بمشاركة نحو 1000 مبتكر من نحو 26 دولة عربية وإفريقية. أكثر من 1000 فكرة وابتكار من مصر و26 دولة عربية وإفريقية كانت محورا رئيسا لفعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار، والذي يهدف للتطبيق العملي لمخرجات البحث العلمي. ولكن الملفت في نسخة هذا العام هو وجود مشاركات عريضة لأطفال مبتكرين من طلبة المدارس، يصل عددهم لنحو 150 طفلا جنبا إلى جنب مع الجامعات والهيئات البحثية، وهو ما يراه باحثون ضرورة لاستفادة النشء من العلم في حياته العملية. Objective following دي أساس اختراعي. ممكن واحد يكون تعبان، بدل ما حد ما يزقه هو تعبان، ممكن ما يزقهوش. ممكن الدكتور، أي دكتور، هو لو هو تعبان في أي مرض عادي، الدكتور يفضل ماشي قدام العربية والعربية تفضل ماشي وراه. Young people, young children. الفئات العمرية من الشباب والأطفال سيكونون أكثر تفاعلاً عبر مشاركتهم، فهم يكتسبون الخبرة التي ستظل في أذهانهم طوال عمرهم، وهذه الخبرة ستغير حياتهم بأكملها في يوم من الأيام، وهو بكل تأكيد أمر في غاية الأهمية سواء مصر أو أيضاً للعالم بأسره. كما وتنوعت المشاركات بين أجهزة لتوليد الطاقة عبر ألواح الطاقة الشمسية واستغلالها في تشغيل المزارع، وأخرى ترتبط بالصناعات الغذائية وتحديدا صناعة الألبان، وتقوم على تقنيات محلية الصنع بهدف تقليل استيراد المعدات الصناعية من الخارج والاعتماد على الأجهزة المحلية التي تحقق وفرا في التكلفة تصل نسبته لما يزيد على 75%. ما عندناش أي نهاو لإنتاج الإنزيمات على مستوى صناعي، فاحنا هنا عن طريق المشروع المورم الأكاديمية ان احنا ننتج 3 انزيمات على المستوى النص الصناعي، وواحد من الانزيمات دول يدخل في المستوى الصناعي. الانزيم ده اللي هو اللاكتيز ده يدخل في انتاج لبن خالي من اللاكتوز بتكنولوجيا محلية غير مستوردة بخامات محلية بالكامل.
عشان انتج لبن خالي من اللاكتوز لو في جزئين، اول حاجه انتج الانزيم، ثاني حاجه احمل الانزيم على بوليمر طبيعي بحيث ان انا استخدم الانزيم المحمل على بوليمر طبيعي لمده لحد 21 مره، بحيث ان انا اقلل من التكلفه الاقتصاديه من استخدام الانزيم الحر. الانزيم الحر بحطه مره واحده في التفاعل، انما الانزيم المحمل ممكن استخدمه لحد 21 مره. الماكت اللي موجود عباره عن مشروع طاقة شمسية بيمد بطاقة كهربائية لمزرعة نموذجية، المزرعة مكونة من صوب زراعية مكيفة وصوب زراعية خاصة بالأقلمة، وكمان في مزارع للنخيل متنوعة ومتعددة الأصناف، ومزرعة للزيتون متنوعة وإنتاج للخضر. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة لمكتب براءات الاختراع المصري في عام 2018 نحو 2255 طلباً، 44.2% منهم للمصريين ونحو 55.8% منهم للأجانب، فيما تم قبول نحو 690 طلباً من هذه الطلبات ومنحها براءة الاختراع، في مقابل 581 براءة اختراع تم منحها في عام 2017. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقة من عين على مصر، إلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة، دمتم في أمان الله.